شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم اليومي باب الريان، والذي نتدارس من خلاله في هذا الموسم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا معكم إلى مرحلة بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كما لا يمكن أن نتجاوز في هذه المرحلة المهمة من السيرة من غير أن نعرج على ميثاق التحالف الإسلامي، والذي ضم أهم البنود التي تميز المجتمع المسلم. باسمكم جميعا رحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن إبراهيم الهاشمي، العميد المساعد للدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة قطر. مرحبا يا دكتور. حياك الله شيخ يحيى، وشاكر لك هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم آمين. كما أرحب بالدكتور عبد الرحمن الحرمي زميلنا في هذا البرنامج، حياك الله يا دكتور. حياك الله شيخ يحيى، وحيا الله مشاهدينا الأفاضل. الله يحييك ويبارك فيك. أبدأ مع الدكتور سلطان. دكتور، أمس يعني تحدثنا عن وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهم الأحداث وأبرز الأعمال التي قام بها حينما بدأ ببناء المسجد، وبدأ بالأعمال المهمة التي كانت النواة لبناء المجتمع المسلم في المدينة. اليوم سندخل بشيء من التفاصيل في موضوع بناء المسجد وموضوع المؤاخاة، إلا أنه قبل ذلك نريد أن نتحدث عن طبيعة المجتمع المدني قبل أن يصل له النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وصوله له مما يتكون وكيف كانت تسير الحياة في ذلك المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت شيخ يحيى، ما زلنا نعيش في ظلال هذه السيرة النيرة العطرة الرائعة لأفضل خلق الله جميعا، لحبيبي وسيدي وقائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا شك كما يعني لاحظنا بداية هذه الحلقة، كم لاقى وكم عانى من المشاق والاضطهاد والصد عن ذكر الله عز وجل وعن دعوته، حتى وصله وأكرمه الله عز وجل هو ومن معه، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والذي أيدك بنصره والمؤمنين معه إلى المجتمع المدني. وهذا بفضل الله عز وجل يعد فتحا ويعد نصرا ويعد منطلقا للدعوة الإسلامية بعد ذلك. لكننا كما تفضلت، إذا جئنا لكي نرى الطوائف التي تعيش ومن يعيش على في المجتمع المدني، ستجد أن الأرض ليست مهيئة تهيئة كاملة، وهكذا الرسل والأنبياء يعانون في طوال مدة بعثتهم إلى أن يكملون الرسالة ويلحقون بالرفيق الأعلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرض لم تكن مهيئة بشكل كامل، هناك معوقات، هناك صعوبات. المدينة ليس كلهم مسلمون، يعني من أسلم من أهل المدينة هم جمع كبير، ولكن لا تنسى هناك طوائف أخرى، هناك المشركون، ما زالت هذه الطائفة موجودة، وهم لهم نصرة ولهم يؤازرون بعضهم بعضا على ما هم موجودون في مكة. هناك أيضا قبل ذلك طائفة المؤمنين، وهم المهاجرون والأنصار. المهاجرون أولئك الذين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وهاجروا إلى المدينة، والأنصار الذين استقبلوهم، وقد وصفهم الحق تبارك وتعالى الشيخ يحيى بأحسن الأوصاف، وصف المهاجرين ووصف الأنصار، فقال الحق تبارك وتعالى: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ماذا يريدون؟
يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شوف الصفة الجميلة، وينصرون الله ورسوله، أولئك إيش؟ هم الصادقون. الله أكبر. والذين تبوأوا الدار والإيمان، سيأتي الآن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الصادقون وهؤلاء المفلحون، وكلاهما صادق وكلاهما مفلح. هؤلاء المهاجرون يعني لم تعرف البشرية مثل هؤلاء الذين فتحوا أموالهم وفتحوا دورهم وفتحوا كل ما يملكون حتى زوجاتهم. لما جاء سعد بن الربيع قال عبد الرحمن بن عوف قال هذه أموالي أقسمها بيني وبينك نصفين، وهذه إحدى زوجاتي أطلقها فإذا ما انتهت عدتها تتزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق كما هي الرواية. فهؤلاء الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين لم يستقبلوهم بحقد ولا بحسد ولا برفض، استقبلوهم ببشاشة قلب، فتحوا لهم قلوبهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا وهو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، قال في أحد الأحاديث لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فهؤلاء الذين استقبلوا المهاجرين برحابة الصدر وأسكنوهم في بيوتهم، بعد ذلك هناك طائفة أخرى، طائفة تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة المشركين، وهي معروفة، ومنهم المنافقون سينبثقون من هذه الطائفة. وهناك طائفة استوطنت المدينة وهم اليهود. اليهود جاءوا بعد، هم يسمون اليهود العبرانيين نسبة إلى نبي عندهم اسمه عابر، فيسمون اليهود العبرانيين، والذين جاءوا نتيجة الاضطهاد الذي تعرضوا له من الأشوريين ومن الأشوريين في العراق، فجاءوا إلى المدينة واستوطنوا هذه المدينة. هؤلاء اليهود لم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يعرفون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بهم جميعا، وإن كان قد آمن به أحبارهم كما هو عند عبد الله بن سلام في الحديث الصحيح، أن عبد الله بن سلام يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جئت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فتبينت وجهه، أشوف هذا الوجه، إيش هذا الوجه؟ فتبينت وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. ليس بوجه كذاب. ما هذا الوجه بوجه كذاب؟ هذا النبي الذي أثنى عليه الحق تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الذي أصدق أهل الأرض يا ابن سلام، هذا ليس بوجه كذاب، هذا أصدق أهل الأرض، هذا الذي ذكره عبادة والصلاة عليه فرض والإيمان به من العقائد، من الإيمان بالنبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد الإيمان التي تجب على كل مسلم، فآمن به في الحال. وفي بعض الرواية تقول أن عبد الله بن سلام، طبعا حبر من حبر الأحبار هم علماء اليهود، عبد الله بن سلام كما تقول بعض الروايات أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك عن بعض الأسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، قال سل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة فأجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، وكان قد نزل عليه جبريل أخبره بالأسئلة وبالأجوبة. فقال هنا عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال لنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، يعني فيهم بهتان وفيهم افتراء، فاستدعي اليهود وسلهم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف خلف الباب عبد الله بن سلام، فلما جاء اليهود قال ما تقولون في عبد الله في ابن سلام، وكان اسمه قبل ذلك اسم آخر فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، قال والله لا أغير اسما سماني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو أعلمنا وابن أعلمنا، وهو خيرنا وابن خيرنا. فقال أرأيتم من أسلم؟
قالوا لا يكون ذلك أبدا، لا يصدقون اليهود أن هذا العالم وهو عبد الله بن سلام هو من نسل يوسف عليه الصلاة والسلام، هو من نسل النبي أو من نسل يعقوب، فقالوا لا يكون ذلك أبدا، لم يصدقوا أن عبد الله بن سلام سيدخل في الإسلام. فخرج عليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال هذا أكذبنا وابن أشرنا وابن أشرنا. انقلبوا في هذه في لحظة. فبعض اليهود نعم أسلموا وكبار وبعضهم آمن، لكن الكثير منهم ما زالت عنده هذه العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، رغم أنهم عرفوا أن هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب، كما تذكر ذلك أم المؤمنين صفية بنت حيي بنت أخطب، تقول أني كنت من أحب الأولاد إلى 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 حيي بن أخطب وأحب إلى ياسر بن أخطب، إلى عم ياسر بن أخطب. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأوا، ثم لما جاءوا جئت ليسلم عليهم فوالله ما أرعوني أي اهتمام وما اهتموا بي. وعمي ياسر يقول لأبي حيي أهو هو؟ قال نعم إنه هو. قال هل عرفته؟ قال نعم إنه هو رسول الله. قال ماذا تصنع؟ قال أعاديه ما حييت، أعاديه ما حييت. وهذا ما صنعه اليهود وكبار علماء اليهود الذين يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فهذا هو المجتمع الذي تكون من المشركين وتكون من المؤمنين قبل ذلك من المهاجرين والأنصار، وتكون من اليهود، ثم تأتي بعد ذلك فئة رابعة المنافقين لعلنا نتحدث عنهم. نعم أثابك الله دكتور أبو خالد. دكتور عبد الرحمن، يعني دكتور سلطان حقيقة أثار انتباهي لبعض المسائل، يعني مسألة أنها النبي صلى الله عليه وسلم كم لاقى من المشاق، كم لاقى من المتاعب، أنت أكدت عليها أكثر من مرة في الحلقات السابقة. نريد رسالة فقط، يعني هذا النبي هو خير من وطئ الحصى ومع ذلك يلاقي ما يلاقي. رسالة لكل مهموم، رسالة لكل من يعني قد يعني تصيبه عوائق في هذه الحياة، متاعب، فشل أحيانا، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن نوجه له رسالة، أحد الناس الضعاف، المظلوم في وطنه في بلده، المحروم من أقل حقوقه في وطنه، يقول جمعت ما يمكن جمعه من مال وذهبت إلى العمرة، وبعد انتهيت من العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة وقلت في نفسي سأذهب أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيكون هناك حوار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نحن مظلومون مقهورون حقوقنا كذا وكذا إلى آخره. يقول بالفعل وذهبت وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أن وقفت استحضرت أنه المحروم وأنه المطرود وأنه المضروب وأنه المحروم وأنه اليتيم وأنه الفقير وأنه الجائع وأنه. يقول فسكت، ماذا أقول ماذا أقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج لكل مهموم، لكل منتصر، لكل متواضع. الآن وهو داخل إلى المدينة المنورة، الآن هو الرئيس، رئيس الدولة، وهو رئيس وهو حاكم وهو نبي، بطبيعة الحال استحضر معي وهو يسكن عند أحد الناس، لا يسكن في بيت أو في قصر أو في مكان له خصوصيته وله كذا، بل في بيت من دارين، من طابقين، بيت أبو أيوب الأنصاري دورين، فيمكث هو في الدور الأرضي وأبو أيوب يسكن في الدور العلوي، لا يتخذ لنفسه دار خاصة فيه وكذا. انظر إلى هذا التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأسلوب الراقي. لذلك هو الذي علم أصحاب هذا العلم وهذه الثقافة، فتعلموا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما جاء المهاجرون إلى المدينة كان الأنصاري يفتح له الباب، لكن المهاجري يتعفف، لا يأخذ شيئا. هذا يقول لك مالي، يقول كما ذكر دكتور قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، خذ نصف مالي. وهنا رسالة أيضا لكل من
انكسر في تجارته، هذا هو القدوة أمامي عبد الرحمن بن عوف، أصبح الآن في التجارة صفر، دلوني على السوق، ستبدأ من البداية؟ نعم سأبدأ من البداية. وبدأ عبد الرحمن بن عوف في المدينة المنورة من البداية، وأصبح بعد سنوات من أثرى أثرياء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لا عجب، لقد علمهم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله، أستأذنكما ضيفي الكريمين كما أستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحديث حول أبرز الأحداث وأهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه إلى المدينة. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها المشاهدون الأعزاء، ولا زال الحديث متواصلا حول أبرز الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة، ولعل أبرزها وأهمها والذي تطرقنا إلى جانب منه بالأمس قضية بناء المسجد النبوي. إذا أردنا أن نأخذ شيء من التفاصيل من الأجواء التي كانت تسود الصحابة أثناء البناء وما كانوا يتغنون به أو ما كانوا ينشدونه من أشعار، وما جاور ذلك من أحداث، طريقة شراء الأرض إلى آخره. وأتمنى هنا دكتور أن أخوان المشاهدين ركزون، ترى الأسئلة ستدور في هذه الدائرة أيضا. إذن نعم. دكتور خذ راحتك، ركز. نعم. ركز يا مشاهد، ركز يا مشاهد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب يزرع الخير. ذهب أول ما نزل في قباء، وأول شيء صنع بنى مسجد، ثم فبنى هذا المسجد، ثم انطلق إلى المدينة. لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة القصواء، بركت في عند دار أبو أيوب الأنصاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا المكان، وكان اليتيمين في المدينة، وكان فيه بعض القبور المشركين، فنبش النبي صلى الله عليه وسلم القبر ونقله هو لمكان آخر، ويعني سوى المكان، كان مكان فيه خراب وكذا، فبنى المسجد. طبعا بناء المسجد له أهمية كبيرة، بناء المسجد هو مكان التربية، وهو مكان الاجتماع، وهو مكان الموعظة، وهو مكان حتى بعض المهاجرين الفقراء كانوا ينامون في المسجد، وهو مكان دار إيواء. نعم. وهو مكان عقد الاتفاقيات واستقبال الوفود. فهذا المسجد، هذا اللي فعلق الصحابة، أصبحت الصحابة يعني قلوبهم معلقة في المسجد أكثر معلقة في البيت، على اعتبار أن هذا المسجد هو حياة بالنسبة لهم، حياة روحية وحياة جسدية وحياة اجتماعية في هذا المكان، في المسجد النبوي. طبعا شارك معظم المهاجرين والأنصار، شاركوا في بناء هذا المسجد، منهم من ينقل الحصى، ومنهم من ينقل الجريد النخل، ومنهم من يقوم بالبناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان هذه الروح الأخوية، هذا الحماس. وأحب أن ألفت نظرة هنا وأسقطها على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسقطها على الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان دائما يعني يحسن أو يبدع، صح التعبير، في توظيف الناس وفي تشجيعهم. يقال أن أحد الصحابة جاء من حضرموت، هذا الذي كان يتولى البناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه، قال: إني أرى أنك تحسن هذا العمل فالتزمه، يعني هذا التخصص أنت مبدع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا ما شاهد إنسان يبدع في تخصص كان يشجعه، فقال: هذا الذي يبني التزم هذا التخصص. وهذا أيضا شيخ يحيى يعني معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام سعد بن معاذ، أفرضكم زيد بن ثابت الأنصاري، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وهكذا. كل شخص من هؤلاء الأشخاص من الصحابة يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم تخصص ويشجعهم عليه حتى يبدعوا في هذا التخصص. فلما بدأ المسجد واكتمل بناؤه، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، وكانت القبلة في البداية كانت إلى بيت المقدس،
كان الآن لم تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى أن لم تنزل هذه الآية. فكان المسجد النبوي في البداية جهة بيت المقدس، وبنى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، بنى بجوار المسجد دور النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي دار سودة بنت زمعة، كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والزوجة الثانية كانت هي عائشة بنت أبي بكر الصديق التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 في مكة، وبنى بها وعمرها 9 في المدينة. فبنى هذه الدور، وكان بناء المسجد هذا يعتبر إنجازا تاريخيا للمهاجرين والأنصار. نعم. ثابك الله دكتور، انتقل مع زميلنا الدكتور عبد الرحمن، يعني جبنا لك الأسئلة جاوبتوها كلها باقي على المشاهد بس أنه يستحضر هالمعلومات هذه ويركز على السؤال، وأحسنت في التركيز على السؤال بإذن الله تعالى. وبالتوفيق أبو خالد، جزاك الله خير شيخ أحياء. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومعاي الأخت أماني. أماني السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. حياك الله حياك الله. أخباركم إن شاء الله بخير؟ بخير وعافية الله الحمد. ما هي الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى يثرب؟ بناء المسجد. بناء المسجد، و أمام المسجد ماذا بنى؟ مسجد بنى في قباء، يعني بنى مسجد. بنى مسجد قباء وبنى مسجده مسجد المسجد النبوي. أمام مسجد النبوي ماذا بنى أيضا؟ بنى بيت، دار. دار لزوجاته، نعم أيضا. زوجاته سنتين، عائشة، سيدة عائشة وسيدة سودة. نعم. وأيضا كانت هناك عمل كبير بين المهاجرين والأنصار، ماذا فعل؟ عمل بين عمل كبير بين المهاجرين والأنصار، ما هو هذا العمل؟ شاركوا بالمسجد المهاجرين والأنصار، شاركوا في بناء المسجد، هذا قطعا نعم. وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين، آخى بينهم بين المهاجرين والأنصار. والإجابة صحيحة يا أماني، يعطيش العافية. ثويبة السلام عليكم. ثويبة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. سؤال شوي صعب بس يحتاج إلى تركيز، طيب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. في دار من آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ عيد السؤال والله ما سمعت. في دار من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ دار أعتقد واحد أنصاري دكتور، ها؟ واحد وفيه أنصار. حرف السين أيضا، فيه حرف السين، نعم. واسمه أبوي يبدأ حرف الميم. نعم. ابن عباس. زين ساعدوني شوي، الدكتور قال لك أبوي يبدأ اسمه بحرف الميم، حرف أبوي يبدأ بحرف الميم. أبوه على اسم إمام من أئمة المسلمين الأربعة، بل أولهم عبيدة، أبو عبيدة. ثاني أئمة، ثاني من الخلف، من الأئمة الأربعة، ثاني إمام من هو بعد أبو حنيفة؟ من الإمام ثاني أئمة من أبو حنيفة؟ النعمان. إيه، عقبة من يجي بعد، يجي الإمام الشافعي وبعدين أحمد، من بقى؟ مالك. أعطيتك اسم الأب، فما اسم الابن؟ أبو اسمه مالك. أيوة. إذن أول حرف هذا قلت لك أبوه اسمه مالك، أعطيتك الاسم كامل. قال دكتور سلطان حرف السين، هو وفي اسم حرف السين بعد اسم الولد. أنا كتبت سعد بن معاذ، أقول لك مالك يبدأ بحرف الألف. طيب يا ثويبة، حظ أوفر، وننتقل لباسل. باسل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باسل، كيف الحال؟ والله بخير، ايش حالك انت؟ كيف انت مع رمضان؟ بخير الحمد لله. وكيف رمضان معك؟ رمضان الحمد لله معي، الحمد لله أمور طيبة. في دار من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ مالك بن أنس. أنس بن مالك. أنس بن مالك، والإجابة صحيحة، يعطيك العافية. يعطيك شيخي، يعني تفاصيل بسيطة وأغلبها قلتوها، لكن أنا رسالتي مرة ثانية للمشاهدين، حاولوا تركزون أكثر في الكلام، وما يمنع أن تكون عندنا ورقة وقلم نكتب فيه بعض الملاحظات، لأن المعلومة ما تبقى في الذاكرة خاصة هالأيام.
عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا عبد الله؟ الله يسلمك. عبد الله إذا ما جاوبني على هذا السؤال راح أزعل. إن شاء الله راح. لأن جاوب. الدكتور ذكر الاسمين وأنا في تعليقي أيضا ذكرت الاسمين، والآن أسأل نفس السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين ومن من الأنصار؟ عبد الرحمن بن عوف. أي نعم، عبد الرحمن بن عوف ومن من الأنصار لآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله. سعد بن ربيعة. سعد بن الربيع، والإجابة صحيحة. نعم، سعد بن الربيع رضي الله عنه. وبالمناسبة كل مهاجر يعتبر أستاذ ومعلم وشيخ لكل واحد من الأنصار، لأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى الوحي ولديه كل هذه الشرائع التي نزلت، فهو يعتبر شيخ، فإذا قال المهاجر للأنصاري شيء ينفذ مباشرة. هدى، السلام عليكم يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا ربي، وتقبل إن شاء الله. اللهم آمين. في أي شهر نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ في أي شهر؟ سؤال جدا سهل. في أي شهر؟ نعم. ممكن تساعدني شوي؟ يعني شوفي، احنا نقول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ربيع للدنيا، وبعثته ربيع للدنيا، وهجرته ربيع للدنيا، ففي اي شهر؟ ما بقى شيء. رمضان، ذي القعده، ذي الحجه. ربيع الاول. نعم، والاجابه صحيحه يا اخت هدى، يعطيك العافيه. وهذا اخر اتصال، ونواصل ان شاء الله تعالى. وفي كل لقاء عندنا 10 اسئله راح نثبتها في ذاكرتكم اخواني المشاهدين، والاجوبه هي موجوده على الشاشه. السؤال الاول، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وبنى حجرات، والمؤاخاه بين المهاجرين والانصار، واما في دار من اخى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي دار انس بن مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الانصار. وفي اي شهر؟ في شهر الربيع نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إليك شيخ يحيى. بارك الله فيك أبو خالد. إذن دكتور، كان المهاجر يعتبر شيخا للأنصاري. نعم. بحكم المعلومات التي عنده وخبرته طبعا الأكبر. صحيح. أيضا يعني شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم والعمل المبدع الذي قام فيه. يعني عملية المؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤسس أي عمل وقبل أن يقوم، لما تحافظ على نسيج المجتمع، لما تحافظ على هذه الروح المعنوية، لما تؤاخي بينهم، معناته أنت الآن المجتمع المدني أصبح يعني كله قبيلة واحدة، كله مجتمع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بأي عمل آخر كان مهم هذه الأمور المعنوية، كان مهم أن لا تكون هناك أحقاد ولا تكون هناك ضغائن، وأن يكرس الأخوة الإسلامية، فوحد بين هؤلاء، ولم تكن هناك أي يعني أي قبلية أو أي يعني دعوة للجاهلية، كلها النبي صلى الله عليه وسلم ألغاها، وأصبح المجتمع المسلم هذا مجتمع واحد. هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني شوف، فالإسلام هو الذي جمع هؤلاء، هذه الفئة، فئة المهاجر وفئة الأنصار، على حب الله ورسوله وعلى نصرة الله ورسوله، وألغى كل ما عداها من دعوة الجاهلية. ثابك الله دكتور. استأذنك واستأذن المشاهدين الأعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحديث حول أبرز الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها المشاهدون الأعزاء، ولا زال الحديث متواصلا مع ضيفي الدكتور سلطان، ووصلنا إلى موضوع الميثاق الذي ذكره بعض أهل السير. نعم. ميثاق التحالف الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وفيما بينهم وبين أهل يثرب الذين يعيشون على تلك الأرض. في الحقيقة هناك عدة نقاط أو عدة بنود كانت في هذا الميثاق، إن أردت أن نعرج على بعض منها.
يعني العمل الرائع الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمى الآن في القوانين المعاصرة يسمى بالدستور، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للمدينة دستور، لم يكن عندهم دستور السابق، الآن وضع له هذا الدستور. وهذا يعني العمل الرائع الذي يقوم به أي إداري، أي حاكم، أي قائد، يضع أول شيء الأسس ويضع السياسات ويضع المعايير التي ستسير عليها هذه الأمة وستسير عليها هذه الإدارة أو الوزارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الأسس ووضع كما يسمى بالدستور. طبعا كما قلنا أن المجتمع المدني مكون من عدة طوائف وليس مثل المجتمع المكي. المجتمع المكي معروفون هي طائفة المشركين وطائفة وهم قبائل يعرفوا بعضهم بعضا ويناصروا بعضهم بعضا. أما المدينة كما قلنا هناك المشركون وهناك العرب الأوس والخزرج وهناك اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوثيقة أن يعني نصت فيما نصت عليه أن المسلمون أمة واحدة، ولذلك أذاب كما قلنا كل دعوة الجاهلية والادعاء للقبيلة وما شبه ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما اختلفتم في شيء فمرده إلى الله ورسوله. في هذه الحالة هو أثبت الآن ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالقضاء، أي شيء يختلف فيه يرد إلى الله ورسوله، والحكم فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وألغى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين، وهذه من مميزات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ألغى ما كان بين الأوس والخزرج، إذا وحدت الأمة ما كان بين الأوس والخزرج من مناوشات ومن حروب بعد ذلك. وألغى أيضا سيطرة اليهود على الجانب التجاري والجانب الاقتصادي في المدينة. ولذلك هذه بس نقطة صغيرة الشيخ يحيى، يعني لماذا عاد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هم يعرفونه ألغى الربا، واليهود كانت تتعامل بالربا مع المشركين ومع العرب، وكان الواحد منهم يرهن أرضه فإذا ما عجز عن السداد أخذها هذا اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيلغي هذه ما يتعلق بالربا، ما يتعلق ببعض المعاملات المحرمة سيلغيها. فهم خافوا على هذا ولذلك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم بس تسمح لي عن المنافقين، لماذا خرج المنافقون وكان يقودهم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول لأن هذا كان موعودا من الأوس والخزرج أن يكون ملك، يكون ملكا عليهم، يكون ملك ومعه الوزراء. والآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه ستلغى هذه الملكية التي وعد بها ومعه هؤلاء الذين كان سيعينهم، فكلهم هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وأبطنوا الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. دكتور عبد الرحمن، في عجالة إدارة يعني أول بند كان موضوع أن المؤمنون أمة واحدة، النبي ألغى أي يعني علاقة تربط الناس فيما بينهم وأثبت أخوة الدين التي تطغى على أخوة القرابة والنسب. أثبت أخوة الدين عمليا، نحن اليوم نراها نظريا ونقرأ في كتاب الله إن من المؤمنين إخوة، ولكن كيف طبقت عمليا؟ عندما رأى مصعب بن عمير أخوه أسيرا في بدر فيقول للآسر أشدد عليه، فيقول هذه وصيتك بأخيك؟ قال إنه اليوم أخي دونك. هذه الأخوة التي نريد أن نترجمها إلى واقع، وأقول للمشاهد جارك هو أخوك، خادمك هو أخوك، السائق الذي يعمل عندك هو أخوك، أما أن تختلف معه في وجهة النظر هو في النهاية أخوك، وعلينا نتعامل بهذه الأخوة فتنتشر بين الناس فتزال هذه الطبقيات الموجودة بيننا. لذلك الأخوة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، نريد أن تمتد هذه الأخوة إلى يومنا هذا وبين الناس جميعا، فالمسلمون يكونون بهذه. ولذلك من شروط صحة الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هل الأخوة هي أخوة الدم؟ لا يا أخي، أخوة نسب الدين وليست أخوة بطبيعة الحال الإنسان يحب لأخيه الخير، ولكن لكل المسلمين من شروط صحة الإيمان أن تحب للمسلمين بشكل عام لأنهم إخوانك تحب لهم ما تحبه لنفسك. أحسنت أبو خالد.
وإخوتك المتصلون ينتظرونك. وأنا بإذن الله أحب نشوف أخوتك الحين. ساعدهم يا أبو خالد. إن شاء الله إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا سنساعد. أعزائي المشاهدين الوقت قصير جدا وأتمنى الاستعجال وأرجو الاستعجال في الإجابات والإجابات سهلة. ماريا السلام عليكم. ماريا السلام عليكم. وعليك السلام. وكالعادة أقول اسمعيني من الهاتف لا من التلفاز. طيب إيه؟ أبيات ذكرها قبل قليل الدكتور سلطان أبو إبراهيم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. ما المناسبة التي قيلت فيها هذه الأبيات؟ عند بناء المسجد النبوي. عند بناء المسجد النبوي دكتور سلطان صحيح. يقول صحيح. نعم الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة وتستاهلين 1000 ريال ورزقنا الله صلاة في المسجد النبوي. كذلك سارة السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييكم. من هم المؤذنون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال رضي الله عنه. بلال بن رباح رضي الله عنه. الله عنه. وابن أم محذورة. وأبو محذورة. وابن أم مكتوم. وعبد الله بن مكتوم. الإجابة الصحيحة يا سارة وتستاهلين هذه الجوائز. كل واحد يستطيع. بلال بصوته الجميل تميز فأصبح مؤذن. عبد الله بن مكتوم وإن كان كفيفا لكنه استطاع أيضا أن يقدم للإسلام خدمة وأصبح مؤذن. الإسلام يحتاج لكل عنصر فينا. الإسلام نستطيع أن نقدم للإسلام شيء. أيضا معانا متصل إلهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إلهام. الله يخليك. نحن نتكلم الآن عن سيدي بلال وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة. هؤلاء مؤذنو الإسلام. الأذان كيف جاء؟ من الذي رأى في المنام رؤية أن الأذان يكون بهذه الصيغة؟ هذا النداء الذي نسمعه كل يوم 5 مرات. من هو الصحابي الذي رأى في المنام هيئة وصيغة الأذان؟ من الذي رأى في المنام؟ نعم. الأذان؟ نعم. من هو؟ من النبي الذي رأى في المنام الأذان؟ من النبي؟ ليس نبي يا أختي، محمد آخر الأنبياء. من هو الصحابي؟ الصحابي؟ نعم. فرصة حتى يكتبون على جوجل. نعم. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد ابنه؟ عبد الله بن زيد ابنه؟ في عبد بعدها؟ ابن عبد ربه. نعتبر الإجابة صحيحة. نعم نعتبر الإجابة صحيحة ومبروك عليك الـ1000 ريال. وآخر متصلة بدور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بدور، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بعض الأحداث علينا وعليكم، بعض الأحداث التي حدثت في السنة الثانية من الهجرة، أحداث كثيرة جدا، اذكري لي جزء منها. جزء منها ذكرها الدكتور في قضية الصلاة و قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. أحداث كثيرة في السنة الثانية من الهجرة لها علاقة بالصلاة، لها علاقة لها علاقة بالركن. القبلة المغرب. نعم. القبلة كانت أولا على بيت المغرب يعني. طيب فتحولت إلى أي بيت؟ تحولت إلى بيت الحرام إلى مكة يعني. إلى الكعبة الشريفة. أيضا من الأحداث. نعم. أيضا أحداث أخرى. أعطيني حدث واحد. أي حدث واحد. طيب طيب هو ما نحن فيه من صيام. كفر. أيوة فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. يعطيش العافية. يعطيش العافية. وكذلك الزكاة فرضت في السنة. نعم في السنة الثانية من الهجرة الشريفة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نجم الدين. أيوة معك. حياكم الله. سؤال يقول ماذا قال حيي ابن أخطب حين عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكره بالنص قبل قليل الدكتور سلطان. ماذا قال حيي ابن أخطب عندما علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال إنه نبي وليس بكاذب. طيب أيوة ليس هذا حيي بن أخطب. إيه ما هو الدور حيي بن أخطب بعد أن قال هو ليس بكاذب وهو نبي؟ هو اشتبه مع عبد الله بن السلام. هذا عبد لا حيي بن أخطب. نعم
حيي بن أخطب ماذا قال؟ عبد الله بن سلام قال ما هذا بوجه كذاب. حيي بن أخطب ماذا قال؟ قال هذا نبي. قال هذا نبي ليس بكاذب. أيوة. ووجه نير. لا 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 لا. لا هو قال شيء. قال نص معروف يعني التأليف ما أعتقد يمشي يعني صعبة. قال كلمة. ساعدني شوي 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 الحرمي. عكس الصداقة عكس الصدق عكس. أظنهم بعيدين. إيه سعد بن خالد أخوك المسلم بخالد. أخوك المسلم. الشيخ يحيى طالبني بأخوة الإسلام. جيت وحاربك على حرب محمد. لا ماذا قال؟ هل سيكون معه أو ضده؟ يلا. لا يعني حيي بن أخطب سيكون مع النبي أم ضد النبي؟ من الآخر. مع النبي صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب. حيي بن أخطب اليهودي مع النبي ليته كان معه. ها؟ ليس مع النبي ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا لجنة أخوك التحكي. أخوك المشارك هذا أخوك. طيب باسم أخوتنا في الإسلام الإجابة تعتبر صحيحة. حيي بن أخطب لعنه الله ماذا قال؟ قال أعاديه ما حييت. بعد أن عرف الحقيقة قال أعاديه ما حييت. شيخ يحيى وهذه كما وعدنا أخواننا المستمعين في كل يوم هذا هو عند باب المسجد النبوي بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم هم مؤذني الإسلام وكذلك عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا في المنام. وأما السنة الثانية في أحداث الثانية عفوا في أحداث كثيرة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وفرض الصيام وقال عداوته ما حييت. إليك شيخ يحيى. أثبت لنا صراحة الأخوة بدرس عملي. الله يجزاك خير يا دكتور. بركات رمضان استحق الجائزة. جزاك الله خير يا أبو خالد. اليوم تشجع الدحيل ولا السد؟ والله يا شيخ أنا أشجع الفائز عادة لكن من المصادفات الجميلة أمس كنت ذاهب للسوبر ماركت ولا واحد يسلم علي بحرارة مشكور جزاك الله خير وما قصرت. قلت له خير. قال أنا اليوم شاركت وفزت. قلت له بالمبارك من الصدف الجميل. جزاك الله خير. بارك الله. إن شاء الله يبارك لكم. بركات رمضان إن شاء الله. ناكل بركات شهر الفضيل. الله يبارك في حياتكم. أشكر للدكتور سلطان مقدمته سلطان جل في موازين حسناتك. شكر موصول لك يا أبو خالد. والله يجزيك خير اكتب أجرك على يعني مساعدتك صراحة اليوم أنت أثبتها بشكل عملي. كنت بقول حظوفر صراحة لكن قلته لي مشي. الله يجزيك خير يا أبو خالد. والشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام على حسن المتابعة على أمل أن يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه